الحقيقة كان من بطولتي. أي إن شاء الله نشوفوهم إذا كانت في واحدة من المنصات، يمكن حتى لصغيراتنا نضطروا أنه نحطوا لهم حاجة جديدة وحلوة يتابعوها في مختلف المنصات الرقمية اللي نشوفوا فيها. وأنت قبيلة كنت حكيت شوية على رأيك في الكرتون الجديد، يعني هل ما زال الطفل اليوم يقبل أنه يتفرج في نوعية كرتون مثل هذوما اللي حكيت عليهم أنت، رغيف وغيره وسنبل وصاحب الظل الطويل أو ماروكو أو سالو وغيره؟ أخي العزيز أخي مشهور العزيز عندكم. أنا وأخي صحيح. أيضا إيه صحيح. والله الأعمال الكرتونية الجديدة للأسف يعني مش كلها إجمالا، أنا بحب الكلاسيك وفي رومانس وفي إنسانية، لكن الأعمال اللي عم تيجي حاليا أو بشتروها المحطات كلها فيها عنف، فيها صخب، فيها يعني هي تسويق للألعاب اللي عم بينتجوها هاي الشركات، فبطل في الحس الفني العالي بقدر ما هم بدهم يسوقوا للدول هذول اللعب الموجودة خلال اللعبة أو يسوقوا اللعبة نفسها، فبناء على اللعبة أو على هذا المجال بيروحوا بيعملوا فيلم كرتون أو مسلسل، مش زي الأول كانت القاعدة هي المسلسل هي النص هي الفكرة الرئيسية إنه هذا عمل للأطفال. فحقيقة مزعج، في يعني ما بقدر، في عنف للأسف يعني أغلب الأعمال اللي عم تيجي جديدة، فأنا مش معاها صراحة وضدها. الدوبلاج يعني فيها خيال، كمان فيها خيال غريب يعني خارج عن المألوف، بدل الخيال الطفل العادي صار بده يتخيل شيء أبعد من هيك، فما بعرف وين بدهم يودونا بالتفكير. فهي الشغلات يعني الجهات الأجنبية اللي ممكن تدخل كمان مفاهيمها هي المغلوطة اللي لا تناسب بيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا. ويمكن هذه اللي